العنصر البشري هو بقى ايه ده يخلينا نتطرق بقى لاسباب اخرى، ان العنصر البشري مثلا ان هو ممكن ما يكونش عنده رخصه قياده سليمه، ان هو بيتطرق بقى في ممكن خلينا نتساءل بقى الرشاوى اللي بتتم دفعها علشان خاطر القائد ياخد رخصه قياده وهو ما بيعرفش يتقن السياره يعني قياده السياره الاشارات المروريه. العنصر البشري طبعا حضرتك بيحتل المرتبه الاولى 63.3%، ودي ليه اسباب عديده، ولذلك احنا بنقول لازم ان احنا نحقق الامان على الطريق، لازم يبقى فيه كشف دوري او مفاجئ للسائقين، ونعمل لهم التحاليل اللازمه نتاكد ان دمهم ما فيهوش حاجه، نتاكد عدم التعاطي، زائد ان في سواقين سائقين بيسوقوا مسافات طويله جدا وخاصه سواقين النقل والنقل الثقيل، فبيبقى جاي في مدة الرحلة بتاعته بيبقى جاي من المنيا للقاهرة أو من اسكندرية أو من صهاج، فبيبقى عايز يوصل بسرعة، فعلى ما بيجي في آخر الرحلة بيكون فقد التركيز بتاعه لأنه ما بياخدش الراحة اللازمة. فكل دي الأسباب الخاصة بالعنصر البشري لازم إن إحنا ناخد بالنا منها ونعالجها، لأن هي بتحتل المرتبة الأولى في اسباب حوادث السيارات. طيب احنا ظهر دلوقتي قدامنا اهو دلوقتي على الوول الاحصائيات بقى اللي حضرتك طبعا جبتها لنا عن عدد حوادث السيارات ونتائجها خلال الفتره من 2010 2015، فلو ينفع حضرتك طبعا تشرح لنا بقى الارقام معناها ايه؟ هو هنا بادئ من 2011. ايوه هو حضرتك في 2010 مش ظاهره بس على الشاشه. طب نبدا من 2011. نبدا من 2011. 2011 كان عدد حوادث السيارات 16830. أيوة. وكان المتوفين 7115 والمصابين 27479 والمركبات التالفة 23876. لو احنا تدرجنا لغاية 2012 و13 و14 ونيجي في السنة الحالية اللي هي سنة 15، نجد ان الحوادث بقت 14548، نتج عنها 6203 متوفي و19325 مصاب و19116 مركبة تالفة. فنلاحظ ان رغم 2011 عدد الحوادث كان 16000 وفي 15 نزل 14 وكسر، انما نلاقي ان خطورة الحادث هي اللي فيها ارتفاع عن السنوات السابقة، بمعنى ان معدل المتوفين والمصابين ما زال مرتفع عن على الرغم ان عدد الحوادث قل بكتير بس معدل الخطوره زاد. معدل الخطوره زاد، ايوه. نتيجه السرعه الفائقه، نتيجه عدم التركيز، نتيجه ان احنا النهارده عندنا طرق سريعه جدا فبيمشي على سرعه عاليه، فلما بتحصل الحادثه ما بيقدرش يسيطر على السياره، فبتبقى نتيجه الحادثه متوفين ومصابين بدرجه كبيره. طب الفئه العمريه، يعني يا ترى الفئه العمريه اللي فيها الشباب اكثر مثلا، يعني دي برضو دي ده يمكن الجراف اللي قبل في شريحة للفئة العمرية. الفئة العمرية في الآخر ده الجراف اللي احنا وصفناه قبل كده صح، اللي هو الجدول ده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. لكن هنا مقارنة حوادث السيارات ونتائجها بين عامي 2014 2015، حضرتك طبعا نفس اللي احنا قلناه برضو في الجدول اللي فات، بس دي مقارنة بس ما بين 2014 و2015. ايه نسبة التغيير؟ بس معلش يا رضوى نجيب قصة نسبة التغيير 1% السلايد اللي قبليه. نسبة التغيير 1% نسبة التغير في عدد الحوادث. ان سنة 2015 كانت اعلى من 2014 بنسبة 1% زيادة في عدد الحوادث. احنا قلنا انها انخفضت بس من 14 ل 15 زادت 1% تاني. من 15 زايده عن 14 1%. يعني هي كانت بشكل عام في مجمل الخمس سنوات انخفضت. هي انخفضت بالزبط. لكن تحديدا من 2014 ل 2015 زادت بنسبه 1%. بالظبط. اوكي ماشي. السلايد حوادث السيارات ونتائجها بقى على مستوى المحافظات والطرق السريعه، اكثر المحافظات طبعا بقى اللي فيها الحوادث واقلها. طيب حضرتك هتتكلم الحوادث في شريحه ناخد الشريحه الاول العمريه، ايه اكثر الشرائح العمريه اللي بيبقى فيها الحوادث؟ الشرائح العمريه طبعا فئه الشباب هي اكبر فئه عمريه بيحصل فيها متوفين. يعني انا عندي الفئه العمريه من 15 ل 19 4%، الفئه العمريه من 20 ل 24 13.6%، الفئه العمريه من 25 ل 44
43.4%. يعني اقدر اقول ان فئة الشباب من 15 ل 44 سنة حوالي 69% من المتوفين من الشباب. بس 44 ده يعني مش شباب يعني، ده مفروض لا، ما هو 25 ل 44 ما زال يعني، انت عندك بعد كده السعر عمال من 45 يعني، من بعد 30 يعني المفروض ان هو لغايه 44 ما يبقاش شباب يعني. احنا بنتكلم الشباب ان هم من 16 او 17 لغايه ال 30، ده ممكن يبقى في نسبه التهور اكتر او نسبه الطيشان، لكن من بعد ال 30 النسبه من لا هو من لا لو المجمل معمول من 25 ل 44 الفئه العمريه اللي جايه لنا طبعا وزاره الداخليه زي ما انا شرحتها، انما لو جيت للفئه العمريه من 45 ل 64 هتلاقيها 22.7%، 64 في اكثر 4.4%. فهي ما زالت برضه فئه الشباب هي الضحايا أكثر. معظمهم من فئات الشباب، لان برضه الشاب هو عنده التهور، عنده السرعه كده، غير برضه الناس اللي هم كبار بيقدر يمشي بسرعات متوازنه وبيقدر يتحكم في السياره اكتر لان سرعته بتبقى اقل. طب اكثر المحافظات بقى فيها الحوادث يا ترى؟ لو جينا لاكثر المحافظات حوادث واقلها، حاضر، اكبر المحافظات في عدد الحوادث كانت محافظه الجيزه. الجيزه اللي وحديها فيها 1704 حادثه نتج عنها 474 متوفي و 1430 مصاب. يلي محافظة الجيزة محافظة القاهرة فيها 1543 حادثة وفيها 718 متوفي و 1286 مصاب. أقل الحوادث كانت محافظة دمياط فيها 85 حادثة وعدد المتوفين 82 وعدد المصابين 127. يعني محافظة القاهرة الكبرى هي طبعا بحكم طبعا ان هي العاصمة فهي اللي فيها الحوادث اكتر، بحكم العاصمة وبحكم عدد السكان وبحكم عدد المركبات اللي موجودة، فكل ده طبعا الطرق الاوسع والطرق الاكبر والسرعات الاكتر، فكل ده بينتج عنه حوادث اكتر. طيب اكتر الطرق يعني، احنا عندنا دايما بنسمع ان الدائري من اكثر الطرق اللي عليها الحوادث. احنا عندنا الطرق مقسمة الى عدة طرق. عندي طرق صحراوية وعندي طرق زراعية وعندي طرق ساحلية وعندي دائرية ومحاور. لو جينا للطرق الصحراوية هلاقي ان عدد الحوادث على الطرق الصحراوية فقط 1012 حادثة. 1012 حادثة. يجي طريق القاهرة اسماعيلية من اكبر الطرق اللي عليها حوادث. القاهرة إسماعيلية أكثر من القاهرة اسكندرية. ما أنا هقول لحضرتك أنا ماشي بالتدريج في إيه؟ في نوعية الطرق. أنا بتكلم دلوقتي في الطرق الصحراوية. 203 حادثة القاهرة إسماعيلية، يليها القاهرة السويس 161 حادثة، وأقل طريق في صحراوي كان القاهرة الفيوم 26 حادثة. نيجي للطرق الزراعية نلاقي إن طريق شبرا الزراعي أكبر طريق حصل فيه حوادث 254 حادثه. واقل طريق كان طنطا الزراعي 36 حادثه. لو جينا للطرق الساحليه اسكندريه عليها 61 حادثه ومطروح 51 حادثه. الطرق الدائريه والمحاور حصل عليها 334 حادثه. يعني اكثر الطرق بقى شهره في الحوادث اليوميه. لا هو الاحصائيات اللي عند حضرتك، الاحصائيات انا دلوقتي حضرتك اتكلمت عن الطرق الصحراويه والزراعيه والساحليه والدائريه، وكل نوع من انواع الطرق مقسم الى طرق معينه، وانا قلت لحضرتك بالتفصيل في الجزئيه دي. لكن ما فيش طرق مشهوره مثلا زي طريق الدائري نقدر نقول للناس نخلي بالنا ان الطريق ده عليه اكثر الطرق اكثر الحوادث الاحصائيه مفصله كل الكلام ده في الدائري واحد ودائري اثنين ودائري ثلاثه، لكن هو اجمالي حوادث على الطرق والمحاور 334 حادثه. 334 حادثه في السنه. حادثه. طيب راي حضرتك بقى في قوانين مثلا المرور او قوانين اللي بتتخذ ضد مرتكب الخطا او المخالف عن قياده السياره. راي حضرتك شايف ان دي رادعه بكفايه يعني؟ والله القانون في ما يكفي من الحد من حوادث السيارات
لان قانون المرور قانون صارم، لكن هو التطبيق التنفيذ والتنفيذ الجيد هو اللي هيحد من الحوافز من الحوادث بدرجه كبيره، لان هو فعلا الحد لحوادث السيارات او حوادث الطرق هو تطبيق القانون. طب في شهور معينه برضو جت في النشره ان هي مثلا هي يعني بيبقى فيها معدل ارتفاع الحوادث موجود فيها؟ ايوه بالظبط، في شهور في طبعا